التسجيل الآن. أعطوني فكرة، يعني افتحوا المايكات واسألوني، لأنه زي ما قلت لكم المحاضرة هذه أو الجلسة الافتراضية هي فقط لمعرفة أي مشاكل بتواجهكم. الآن معاكم 10 محاضرات، بدينا ندخل في صميم الموضوع تبع الليزر، وأعتقد بديتوا تشعروا بتفاعل الفيزيائي أو الأفكار الفيزيائية. يعني في نوع من الربط المعلومات بشكل قوي جدا للمعلومات السابقة والمعلومات الحالية، وبتتعلموا أشياء جديدة. يعني لما نيجي نتكلم إحنا على المحاضرات تاعتنا، يعني خلينا نمر سريعا على المحاضرات اللي درسناها. طبعا أول 4 محاضرات هي فقط شرحت اللي هو الآن المفروض تظهر أمامكم شاشة الهومورك أو شاشة المودل. ظهرت؟ تمام. ظاهرة. أول 4 محاضرات هي عبارة عن أساسيات للمنهج، حتى تقدروا تعرفوا بعض المصطلحات الرئيسية، ولا سيما الإشعاع الكهرومغناطيسي وتفاعله مع المادة والذرة ومستويات الطاقة ومبدأ التكميم تبع الذرة. هذه كل الشغلات أنتم أخذتوها قبل هيك بتوسع، وغطيناها في خلال 4 محاضرات. طبعا انتقلنا بعد ذلك إلى مبدأ عمل الليزر وكيف بيشتغل، ومن ثم انتقلنا إلى معاملات أينشتاين. يعني بتقدر تقولوا أن معاملات أينشتاين هي بداية الدخول إلى موضوع الليزر، لأنه من هنا بدأت أو انطلقت فكرة الليزر. إحنا انطلقت فكرة الليزر لما تكلمنا على المعامل الجديد اللي سميناه ناس اسمه إيش اسمه؟ يا هيا رزان، ايش المعامل الجديد اللي اضافه اينشتاين حتى نقدر نخش على الليزر؟ معامل الامتصاص والانبعاث الاستحثاثي، اللي هو معامل الانبعاث الاستحثاثي، هذا اللي ادخله اينشتاين. وطبعا استخدم مهاراته وامكانياته ووضع فرضيات اساسيه للوصول الى علاقات او معاملات. هذه المعاملات سميناها اللي هي spontaneous emission coefficient وabsorption coefficient وstimulated emission coefficient، والمعادلات اللي ربطتهم مع بعض اللي بنقدر نحسب. دكتور اينشتاين بس حطهم هم الثلاثه ولا بس حط stimulated coefficient؟ لا، هم الاثنين الموجودين. طبعا معاملات اينشتاين الثلاثه هو اللي حطهم. الثلاثة هو حط 2. العلماء كانوا بيعرفوا 2، spontaneous emission والstimulated emission. لما كانوا بيعرفوا العملية بس ما مش حاطين إلها معامل. هو إجا يعني عرف عملية ثالثة وحط معامل الانبعاث. خلص خلصنا معامل الامتصاص ومعامل الانبعاث. أينشتاين لما دخل يعني الامتصاص بيحدث والانبعاث بيحدث، هدول هم العمليتين التنتين الموجودين. أينشتاين إيش عمل؟ دخل عملية ثالثة سماها وقال هي هذه العملية العكسية للأبزوربشن. أما العلماء سابقاً زي ما قلت لكم كانوا بفكروا إنه السبونتينوس إميشن هي عكس عملية الأبزوربشن، فمن هنا جاب العلاقات الثلاثة مع بعض وقارنها مع ماكس بولتزمان ديستريبيوشن للجسيمات، ووصل لكثافة الإشعاع اللي هي رو اوف ميو. انتقلنا بعد ذلك إلى محاضرة 5-6. طبعا احنا الآن توقفنا شوية عن محاضرات الليزر، احتجنا نتكلم على اتساع الخط الطيفي، معادلة اتساع الخط الطيفي وشكل الخط الطيفي. هذه تعتبر فيزياء ذرية، لأنه احنا بنتكلم على ترانزيشنز من الاكسايتد ستيت الى الجراوند ستيت. فبالتالي الاتومز لما بتروح من الاكسايتد ستيت الى الجراوند ستيت فكنا بنفكر انه هي عباره عن لاين ترانزيشن. ايش معنى لاين ترانزيشن؟ انه هو عباره عن خط رفيع
هذا الخط الرفيع هو عبارة عن تردد، وهذا التردد هو تردد وحيد. فمع دراستنا للكوانتم ميكانيكس ومبدأ الشك ومعادلة شرودينجر إكويجن، تبين أن مستوى الطاقة ليست قيمة وحيدة. يعني تقدريش تقول أن مستوى الطاقة هو 5 إلكترون فولت، لا، هو ممكن يكون 5.1 5.2 4.99، فله سماكة دكتور. له سماكة، وبالتالي الخط الطيفي لا يمتلك تردد وحيد، إنما يمتلك مجموعة من الترددات. أتمنى تكون النقطة هذه فاهمينها كويس، اللي هو اتساع الخط الطيفي. هذا اتساع الخط الطيفي أصبحت مهمة جدا لما بنتكلم على الليزر، لأنه احنا بنتكلم على مونوكروماتيك لايت. فلما نتكلم على مونوكروماتيك لايت بدنا نعرف قديش هو مونوكروماتيك، قديش هو مونوكروماتيك. يعني انت لما بتقولي طول شعاع الليزر الهيليوم نيون ليزر 632 نانومتر، طبعا ال 632 نانومتر ايضا الليزر يحتوي على 632.1 632.2 632.3، اذا هنالك اتساع في المدى الترددي او في اللي هو الطيف نفسه. هذا بنحدده من خلال ثلاث متغيرات بتاثر على الخطوط الطيفيه، اللي سميناها اللايف تايم برودنينج، دوبلر برودنينج، واخيرا اخذنا الكوليجن برودنينج. وطبعا دكتور بس لحظه، قولي لحظه بدي اسالك إشي. هل جيت فلنفرض يعني لما اجى ينزل الالكترون من الاكسايتد ستيت للجراند او من اي 2 لاي 1، تمام؟ فلقيت انت بتحكي انه ممكن ما تكونش اي 1 بس، حتكون اي 1 زائد دلتا اي، يعني في اقل وفي اعلى، يعني مثلا 5 جول وواحد من 10 زي هيك، تمام؟ واللي تحته نفس الاشي. طب احنا عارفين انه طاقة البوتون محدد، يعني فلنفرض انه الاي 1 فيها 3 مستويات افرض لك، والاي 2 فيها 3 مستويات، 3 يعني احتمالات، والاي ايش اسمها الاي 1 فيها 3 احتمالات. طب افرض اجى بوتون مثلا قيمته قلنا 5 جول، نزل من المتوسط تبع اي 2 لمتوسط اي 1. طب افرض اجى بوتون اقل بشويه صغيره، نزل من متوسط اي 1 اي 2 لمثلا للاعلى في اي 1، يعني ما نزلش على متوسط اي 1، نزل على اي 1 زائد دلتا اي او على الناقص، يعني هنا بكون كوانتايزد ولا مش كوانتايزد؟ طبعا كوانتايزد. طبعا طيب يعني البوتون في دلتا اي في طاقته يعني. طبعا. ولا برضه الكوانتايز في برضه يعني طاقة البوتون برضه فيها احتمال نسبة خطأ يعني. وصلت يعني مش القصة مش قصة نسبة خطأ. يعني القصة أعمق بكتير من هيك. اوكي. طبعا خليني اعرض لكم، اظن ظهرت عندكم شاشه بيضاء، ف بدكم تتعاملوا الان. احنا كنا نرسم مستويات الطاقه، انه هاي مستوى طاقه وهاي مستوى طاقه، وكنا نسمي هذا اي 1 وكنا نسمي هذا اي 2. الان لو انا اجيت كبرت، لاحظ مستوى الطاقه عباره عن سمك معين، شايفينه قديش يعني بينتقل من النقطة هذه إلى النقطة هذه. هذا يعتبر مستوى الطاقة. وبالتالي لو أنا جيت كتبت رسمت مستوى الطاقة المكبر بهذا الشكل، يعني لو أنا اعتبرت هذا هو مستوى الطاقة تبعي، هو عبارة عن E2 لما أنا جيت كبرته، وبدي أعتبر هذا هو إيش E1 اللي هو الجراوند ستيت. الآن الانتقالات تبعتي هي عبارة عن إيش؟ إنه في الأول في أنا عندي absorption. الabsorption إنه إذا توفر فوتون اسمه HMU إيش بيساوي؟ بيساوي E2 ناقص E1. فأنا الذرات الموجودة في الground state إيش هتعمل؟ هتطلع إلى excited state.
طيب حتطلع وين حتكون موجودة؟ حتكون موجودة وين؟ حتكون إما موجودة في المنطقة هاي، هذا في الباوند، هذا في هذا بنسميه excited state، أو حيكون موجود هنا، أو حيكون موجود هنا، أو حيكون موجود هنا. كل هذا الكلام إحنا بنقول وين موجود؟ موجود في مستوى الطاقة E2. لكن لما بيعمل transition، لما بيعمل الترانزيشن عشان يعود، لاحظوا انه هذا حيطلع H mu 1 مثلا، لكن اللي موجود هنا حيطلع H mu ايش؟ H mu 2 فوتون اخر. هذا حيطلع فوتون لما بيعود كده، حيطلع H mu 3. لاحظوا انه كل الترددات هذه E 1 mu 1 mu 2 mu 3 لو انا رسمتها على الخط الطيفي، إذا كان هذا هو التردد، فهي ميو واحد، هي ميو اثنين، هي ميو ثلاثة، مش هو مزحين عن بعض وكل واحد أكبر من الثاني، فهي ميو ثلاثة. الآن ميو واحد أعطاني قيمة لعند هنا، ميو اثنين أعطاني قيمة لعند هنا، وميو ثلاثة أعطاني قيمة هيك. إيش معنى هذا الكلام؟ معناته عدد الذرات المثارة والموجودة في المنطقة ميو واحد عددها أو كثافتها أقل. أكبر عدد من الفوتونات اللي انبعثت عند E2 معناته الإثارة كانت أكثر ما يمكن وين؟ عند ميو 2. لذلك الخط الطيفي تبعي لو أنا أجيت رسمته كيف برسمه؟ برسمه بهذا الشكل. إذن هذا هو الخط الطيفي، هذا هو الخط الطيفي. إذن الخط الطيفي هذا ميو، هذا بيعطي لك احتمالية، أكبر احتمالية، أكبر احتمالية وين؟ موجودة عند ميو 2. إيش معنى أكبر احتمالية؟ إنه الإثارة وين كانت؟ كانت أعلى ما يمكن في المنطقة اللي وين؟ اللي في الوسط، اللي هي في المنطقة هاي. طيب ماذا عن اللي فوق واللي تحت؟ موجودة فيها فوتونات ولكن الاحتمالية أقل. إذا أصبحت المعادلة تبعتي اللي أنا كنت أقول عليها H mu تساوي E2 ناقص E1 هي معادلة مش دقيقة، لأنه mu هذه كانت محددة بالرقم مين؟ بالرقم اللي هو mu نوت أو التردد الرنيني اللي موجود أنا في حالتي هنا اللي هو mu 2. لذلك أصبحت هذه ميو هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن H في ميو زائد دلتا ميو اللي هي مدى إيش؟ الاتساع. إيش بتساوي؟ بتساوي أيضاً E2 زائد أو ناقص دلتا ميو، ماخدين بالكو، زائد أو ناقص E1. طبعاً الجراوند E1 الجراوند ستيت أنا بدي أعتبره very sharp line، وهذه بدي أحط لها زائد أو ناقص. ليش؟ لأن أنا بدي أضمن الترددات التي تأتي في هذه المنطقة والترددات التي تأتي في هذه المنطقة. فبذلك أصبح الآن لما أنا بتكلم على ليزر، شعاع ليزر، هذا الشعاع الليزر اللي هو التردد تبعه عند ميو 2 أيضا هو يمتلك ترددات كده. طبعا هذا الكلام ليش بفيدني؟ إني أنا أعرف الاتساع هذا دلتا ميو، يفيدني لما أنا بتكلم على the full width half maximum، هذا تحدثنا عليه في المحاضرات السابقة. فهذا بفيدني لما أنا بجيب شعاع ليزر، هذا الليزر، وبخليه يصطدم في مين؟ في أتومز. لقيت الأتومز هذه، الأتومز هذه تحتوي على مستويات طاقة، مستويات الطاقة التي تستجيب لهذا التردد، تستجيب لهذا التردد بناء على دالة اللي هو بنسميها رو اوف ميو، دالة بنسميها ايش؟ رو اوف ميو. الدالة رو اوف ميو هذه ايش بتقول لك؟ هذه بتعطينا احتمالية وجود فوتونات طاقتها اتش ميو تقع في المدى اي 2 ناقص اي 1. وبالتالي الدالة رو اوف ميو هذه تعتمد ايضا على مين؟ على الشيب اوف ذا سبيكترال، ايش؟ سبيكترال لاين. وبالتالي عدد الفوتونات التي تتوفر ليتم امتصاصها، ليتم امتصاصها من قبل مستويات الطاقة هدول، هم اللي بيقعوا في مين؟ في المدى الترددي. إذن أنا بديش إياك تلخبطوا ما بين رو في ميو كثافة الإشعاع والفول ويدث هاف ماكسيمم للسبيكترال لاين. عشان أفصل لك هذا الكلام أكثر، لو كان أنت عندك وايت لايت. أيوة يا دكتور، خلاص وصلت لي الفكرة. لا لا، بس بدي أوضح لكم النقطة هذه. هلقيت الوايت لايت هذا لما بيسقط على زئبق مثلا وفي مستوى E1 و E2، اوكي، لقيت هذا الوايت لايت بيحتوي على سبيكترم، كيف عامل؟ عامل زي كده. هذا بياخذ الطاقات من صفر الى ما لا نهايه،
من صفر الى ما لا نهايه. الفوتونات تبعتي انا التي تتعامل مع هذه النقطه مع اي2 ناقص اي1 هي تقع في المنطقه هذه. اذا الذي يتم امتصاصه من كل الوايت لايت الذي يتم امتصاصه هو المنطقه هاي بس. طب ماذا عن الفوتونات اللي في المنطقه هاي وفي المنطقه هذه؟ هذه الفوتونات تعبر تنفذ تخرج زي كده. اما المنطقه الزرقاء هي اللي بيتم امتصاصها. لذلك انا بحدد الداله تبعتي رو وفي ميو اللي هي بتقول لي ما مقدار عدد الفوتونات الذي يتوفر في هذا الضوء الابيض الذي يمكن ان يمتص من قبل اي2 ناقص اي1. بجي بطلع على القيمه هذه على المنحنى تبعي بلاقيها مثلا 22% من كل الاشعاع تبعي. اوكي، لكن لما انا بتكلم على الليزر الان الليزر لايت هو ايش؟ اتش ميو مونوكروماتيك. لكن تحت الميكروسكوب لو انا كبرت هذه الاتش ميو لوجدتها كيف عامله خط زي كده. زمان كنا كيف نتعامل معاه انه هذا هو الخط، هذا هو ميو. الان لا، هذا هو ميو وبدي اضيف عليه ايش؟ دلتا ميو اللي هي الاتساع تبع الخط الطيفي اللي جاي من الناتشرال ومن الدوبلر ومن الكولجن. هذا بالنسبه للنقطه اللي انت سالتيها، اتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم لانه بناء عليها تقدروا ايش؟ تسيطروا على ال وضحت 100%. يعطيك العافيه دكتور. طيب بعدين ايش درسنا؟ بعدين درسنا موضوع اللي هو سميناه معامل الامتصاص ومعامل التكبير. هذه المحاضره رقم 8 هي اهم محاضره في كورس الليزر لانه بتضع لكم معامل الحصول على تكبير لشعاع الكهرومغناطيسي. وفي فرق صغير، في انا عندي معامل الامتصاص ومعامل التكبير. وجدنا في المحاضره هاي بالذات ان اي فوتون يسقط على الماده في حاله الثيرمال ايكوليبريم مصيره الامتصاص. اما اذا تطلب الامر ان نذهب الى تكبير يجب ان تكون الحاله غير متزنه، نتكلم على حاله غير ثيرمال ايكوليبريم. طيب مين بيقدر يقول لي ليش في حاله الثيرمال ايكوليبريم الاحتماليه العظمى للامتصاص وليست للتكبير؟ مرام، عشان بيعتمد على نوع الماده والسمك. نو اقوله معاكم 30 ثانيه للتفكير. لاحظوا ها دكتور، لانه في حاله الثيرمال ايكوليبريم بيكون الذره بتتحرك صحيح حركتها اوسيليشن، فلها تردد معين للاوسيليشن تبعها اللي هو اوميجا نوت. ف قلت انت امتصاص، فانه الفوتونات لما تيجي لازم تتوافق مع التردد تبع الاوسيليشن تبعها. نو او الالكترون لقيتها في حالة الماتيريال. لما أنا أكون عندي ماتيريال واعتبري النظارة الشمسية مثلا، واعتبري مثلا صفائح الرصاص أمام أشعة إكس راي، لما بتخش أشعة إكس راي أو ضوء الشمس هذا بيمتلك حاجة بنسميها intensity I، بيطلع من هنا intensity IT. وهذه المادة إيش بتعمل؟ بتمتص الأشعة وبتوهنها، فبتكون اي تي إيش بتساوي؟ بتساوي اي أس ماينس معامل الامتصاص لامدا في السمك ال، سمك المادة ال. طالما أنا عندي إشارة سالب فالمادة هنا مصيرها إيش تعمل؟ تمتص. لما بتكلم على الليزر وهي الفكرة اللي حطها أينشتاين إنه أنا الأشعة بتخش آي بتطلع من هنا مكبرة، هذه الأشعة بتطلع إيش؟ مكبرة. يعني إيش المادة عملت؟ المادة عملت كبرت الراديشن،
كبرت الراديشن واصبحت المعادله تبعتي اي اوف تي ايش بتساوي؟ بتساوي اي اس جاما نوت اوف ميو في ال. لاحظ هنا جاما نوت اخذت اشاره موجبه، اما الابزوربشن اخذ اشاره سالبه، وانا بتكلم هنا على ماتيريال نفس الماده، هذه ماتيريال وهذه ماتيريال. الان انا طالب منكم تفكروا بعمق اكثر بعد العوده الى المحاضره رقم 8 والاستماع لها جيدا، وتجاوبوني على السؤال الدقيق هذا، لماذا في الوضع الاتزان الحراري مصير الشعاع الكهرومغناطيسي ان يتناقص، اما في حاله الليزر فان مصير الشعاع يحدث له تكبير، ومعامل التكبير هو جاما نوت في ميو. ما هو الفرق ما بين الحاله هذه والحاله هذه؟ هذا السؤال متروك لكم. بدك اياه رياضيا يعني؟ رياضيا فيزيائيا يعني الاجابه. انا اعتبر حالك الان في بث مباشر مع قناه فضائيه وبتستفسر منك على ما هو السبب. فطبعا في خلال ثلاث كلمات اربع خمس كلمات تستطيع الإجابة. اذا كنت فاهمين الاجابه 100% خمس كلمات تفي بالغرض. اذا ما كناش عارفين حنضطر نحكي قصه طويله عريضه عشان نمتوه الموضوع. مزبوط هيك بصير ولا بصيرش؟ فاحنا بدنا خمس ست كلمات عشان نوصل ما هو السبب. الان لو طلبت منك تفصيل اكثر معاك تسهب في اكثر، اما حقيقه الموضوع كله بيعتمد على كلمتين ثلاثه بس، في فرق جوهري ما بين الحاله الاولى والحاله الثانيه ما هو. فانا مش معقول اقول لكم اياها لانه حابب انكم تجدوا الحل لحالكم، والانسان اللي في حاله تفكير وبحث مستمر هو طيب هذا السؤال سجلتوه عندكم على ورقة، أتمنى تكونوا بالإجابة. وننتقل للمحاضرة اللي بعدها، كانت محاضرة رقم 9 اللي هي إضافة المرايا. لما أنا ضفت المرايا، لأنه الليزر بتكون من ثلاث عناصر رئيسية، الأكتيف ميديا خلصناها في المحاضرة رقم 8. الان لما ضفت المرايا، لان الشرط الثاني لازم يكون في تغذيه عكسيه، التغذيه العكسيه بالنسبه لشعاع الليزر مهمه جدا. انا بدي احصل على مدينه تكبير، لو ما فيش عندي تغذيه عكسيه ايش اللي بصير؟ بصير انه انا محتاج لانبوبه ليزر طولها من هان و3 كيلو. لكن لما يكون عندي تغذية عكسية أنا بأضمن إنه شعاع الليزر أو الفوتونات تدخل في حلقة لوب، تدخل في إيش؟ في لوب، وبالتالي الأكتيف ميديا ممكن تكون 30 سنتي، لكن مع المرايا بتصير فعاليتها أكبر. الآن دخلت المرايا، فالمرايا أحدثت تغيرات فيزيائية، وضعت شروط حدية للشعاع الكهرومغناطيسي. هذه الشروط الحدية أعطتني أنماط اهتزازية طولية وأعطتني أنماط اهتزازية مستعرضة. المرايا أيضاً هتسبب ما يسمى ب الأمواج الموقوفة. الأمواج الموقوفة. وفي المحاضرة القادمة الأسبوع الجاي بكرة إن شاء الله هنزلها، هتسبب لي أيضاً losses خسائر. إذا المرايا وجدت عشان تصنع الليزر، لكن دخلت واعطت اثر، الاثر الاول الانماط الاهتزازيه. درستوها هذه المحاضره؟ دكتور في السؤال اللي قبل شويه حكيت بس الصوت ما كانش طالع، يمكن لانه السبب في اللي حكيته انه الاستيميوليتد ايميشن موجبه والابسوربشن سالبه، يمكن لانه في الاستيميوليتد ايميشن بتكون عدد الذرات المثاره في اي 2 هي ان 2 يعني اكبر من ان 1، بتزيد عدد احتمالية الميشن يعني. أما في الأبصار عشان بتكون لسه أن واحد أقل من أن اثنين يعني، بتكون سالبة. أنت طبعا شايفة في خمس كلمات حلت السؤال وريحتي الفريق كله
من التعب. شكرا يا رزاق، احسنتي. عفو. في حاله الاتزان الحراري الاتومز كلها بتكون في الجراوند ستيت، فاي شعاع كهرومغناطيسي بينزل على الماده مصيره ان يتم امتصاصه من قبل الجراوند ستيت اتومز عشان يصعدوا الى الاكسايتد ستيت. اما في حاله الليزر فانا بلزمني دائما وابدا عشان يكون عندي تكبير زي ما حكت رزان انه ان 2 لازم تكون اكبر من ان 1. فاي شعاع بيدخل على مستويات طاقه ليست في حاله اتزان حراري فانه مصيرها تكبر بسبب الاستيميليتد ايميشن، بتكون معززه. ومن معادله الليزر اللي درسناها في محاضره رقم 8 وجدنا ان الذي يجعل اي في ميو تزداد بمقدار دلتا ميو هو فقط ان تكون ان 2 اكبر من ان 1. فلما انا قلت لكم الاجابه تكمن في 3 كلمات رزان حكتهم قبل شويه، شكرا رزان ولك تقدير في هذا الموضوع، انه ان 2 اكبر من ان 1. الان حبينا نفصل اكثر بنفصل. دكتور بدي اسال بس اذا في مجال في السلايد اللي بعده. باقي 5 دقائق. اسالي. لقيت في السلايد صفحه 13 اي في بتاثرش على ان 2 ولازم ان 2 ان 2 لا تصب ان 1 يعني مع استمرار البامبينج حتى تضل ان 2 اكبر من ان 1 صح؟ صوتك بروح وبيجي للاسف، معلش. هل قلت في اي في؟ اي في لما بنتكلم على دوبلر. لا اي في عادي في الشده العاديه، اي شده انه لما نحطها لما شده الشعاع عشان تكون ان 2 تصير اكبر من ان 1 ويصير في استيميوليتد ايميشن. موجود في السلايد انه هي صغيره عشان ما تاثر على ان 2 وتضل ان 2 ثابته. برضه نقطه جوهريه كويسه، يعني اليوم انت اثبتتي انك بتقراي ما بين السطور يا رزان. اوكي، تركت انطباع كويس. انا سميتها سمول سيجنال جين، وكلمه سمول اعطت للجين جاما نوت اوف ميو. لماذا كانت سمول؟ كانت سمول لانه لو كانت هذه القيمه فيري هاي فهذا الشعاع حيؤثر على تعداد دلتا ان، فانا عشان اضمن انه اي التي دخلت على الماتيريال لا تؤثر على دلتا ان فبدي ابدا فيها فيري سمول. اما لو كانت هذه الشده كبيره فمعادلتنا هذه بتتغير. لذلك انا احدثت دلتا ان هذه ان 2 اكبر من ان 1 باستخدام عمليه بنسميها البامبنج، عمليه الضخ، هناخدها بعد شويه. فعمليه البامبنج هذه ايش بتعمل؟ تعمل فرق في التعداد اسمه دلتا ان. وعمليه البامبنج هذه بتلغي عمليه الثيرمال اكويليبريم. فالان الشعاع اللي دخل هان بدي اخليه لا تاثير له على مين؟ على الاكتيف ميديوم. فما السبيل في ذلك؟ اني انا بجعله فيري سمول. وهذه للجميع هذه اي اوف ميو. ايش معنى اي اوف ميو؟ معناته الشده كداله في التردد. الشده كداله في التردد. intensity as function of mu اللي هو التردد وليست السرعه. اعتقد وضحت لكم بعض النقاط المبهمه. و دكتور يعطيك العافيه. وانا بكون مسرور جدا انه نلتقي كل اسبوع يوم السبت، اعتقد مناسب لعند ما ترجع الامور. بعرفش لما ترجع الجامعه تسكر بنرجع للايام المعهوده تبعتنا، لكن انا مشغول في المحاضرات وربنا يستر. طبعا بروح المحاضره انا قلق جدا لكن ربنا يسلم.
فبتمنى تعمموا على الجميع. يعني أنا منزعج جدا ما فيش ولا طالب بيحضر معايا من الشباب يعني، وهيك بيعطوا انطباع إنهم بعاد عن المقرر، هذا شيء مش صح. فأنا مبسوط منكم هيا هديل رزان ومرام، خليكم دائما متواصلين معايا. وهيا طبعا بشكرها أنها ذكرتني في الموعد، وكل فكرة إنه بتسألني على المحاضرة رقم 11 وتريته هي بتقول إنه في الساعة 11 محاضرة، فعلى طول يعني شبكنا النت واشتغلنا. حابين تسألوا أي شيء قبل ما نغادر؟ ده الدقيقة دكتور، بدي أسألك عن آخر تقرير. أنت منزل فيديو التجربة وطالب الأسئلة اللي أنت بدك إياهم، أرجع أنا أعمل نفس التقرير الأول ولا بس أجاوب عليه؟ نو، احضري. يعني أدائك في التقرير الأول عجبني، لكن ما بديش إياك تكوني زي الصحفيين، يعني بديش إياك تكوني ريبورتر. إيش معنى ريبورترز؟ بسمع الخطبة لمهرجان معين وبعدين بكتب ماذا ذكروا هذا. لا، أنا بدي تعطيني انطباعك، يعني بدي إياك تسمع المحاضرة، تشاهد المحاضرة، تشاهد التجربة إيش عمل، وبعد ذلك تقعدي على الأسئلة وتجاوب عليها كإسقاط ذهني للي أنت تخيلتي. لأن أنا بهمني جدا إيش اللي دخل في مخك وتعطيني إياه على الورقة، وأنا دوري أصلح لك إذا كان في خطأ أو أقول لك 100% إذا كان صح. أوكي؟ تمام. أنا عملت التقرير الثاني، شوفوا واحكي لي أنا إذا تمام ولا لا. بكرة بإذن الله تعالى، أنا دائما بخصص الأحد والثلاثة للمودل، فبكرة بقرأ وبحط لك الدرجة. طبعا الدرجة بتيجي على أشياء عديدة، هل أدخلت صور في التقرير، هل أدخلت شروحاتك في التقرير، الكونكلوجن، الشغلات، الأسئلة المحطوطة، كل إشي عليه درجة. تزعلوش إذا تكرر. طب يا دكتور، الأنشطة كلها عليها درجات هاي؟ طبعا في أحيانا أنا بحط درجات بقولكم عليها عشان من باب التشجيع، عشان اللي ما بيشاركش معايا يحس بالذنب، لكن نشاطك من أول المحاضرة لعند كله هذا له احتساب عندي. ففي الآخر أنا بقعد بطلع على الخريطة، خريطة التحصيل تبعتك من خلال الموديل، ببقى ورجيكو إياها كيف بتطلع لي، وبناء عليها بقيمكم، ومش حظلم حدا، بالعكس حكرمكم أكثر ما يوم من أي فصل آخر إن شاء الله. أوكي، بدي أغلق الآن، وأي شيء تواصلوا مع هيا بتبلغني مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يرضى عليكم.